تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، تنطلق مساء يوم غد الثلاثاء على صالة نادي الرفاع الرياضي بالحنينية منافسات التصفيات المحلية لفنون القتال الأولى بتنظيم من مؤسسة خالد بن حمد، وذلك ضمن المبادرات الرياضية التي تنظمها. وتأتي إقامة هذه التصفيات لاختيار 10 مقاتلين لفريق خالد بن حمد لفنون القتال ولتمثيل مملكة البحرين في كافة المحافل الدولية، حيث ستتواصل إقامة مثل هذه التصفيات حتى شهر يونيو من هذا العام من أجل اختيار العناصر المناسبة للمشاركة في البطولة العالمية UFC التي ستقام في شهر يوليو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان سمو قد شهد التصفيات المحلية لفنون القتال المختلطة الأولى على مستوى مملكة البحرين لتأسيس فريق خالد بن حمد لفنون القتال، حيث التقى سمو بجميع المقاتلين المشاركين في التصفيات من مختلف مدارس المملكة لفنون القتال، وحثهم على مضاعفة الجهود، خصوصا أن سموه يتطلع لتشكيل الفريق من العناصر المثالية في فنون القتال.